مقبلين على فصل الشتاء يا فندم، خطة محافظة الإسكندرية لتجنب المحافظة مشاكل السيول اللي شاهدناها الفترات اللي بصي الخطة طبعا ابتدينا نشتغل فيها من قبل كده من السنة اللي فاتت، يعني زاد الزملاء المحافظين السابقين اشتغلوا فيها. خطة بتتناول محاور مختلفة، طبعا محاور بتخش فيها الجهات المتعددة، شركة المياه، شركة الصرف، الأحياء، المحافظة، الإسعاف، الصحة، كل الجهات المعنية. احنا طبعا بنشتغل على مناطق ذات الخطورة اللي فيها تجمعات للمياه، حصل فيها تجمعات في المياه في السنوات السابقة، تعمل لها الحمد لله شبكات صرف جديده ونتاكد انها بتعمل بصوره جيده. بنشتغل مع الري، مع وزاره الري، مع شركه الصرف الصحي، مع شركه المياه. المعدات بتاعتنا دلوقتي بنراجعها، اللي هي معدات الكاسة ومعدات رفع تجمعات المياه، بنراجع الصفايات تاني. ده بنشتغل فيه ان شاء الله بعد نهايه شهر يعني اغسطس، بتبتدي في 9، لان طبعا بدايه موسم الامطار بتبتدي في شهر 10 وشهر 11، نبقى جاهزين ليه ان شاء الله. خطة المحافظة لزيادة الجذب السياحي، تطوير المناطق الأثرية، يعني محافظة الإسكندرية ذاخرة بالمناطق السياحية. محافظة الإسكندرية زي ما حضرتك قلتي ذاخرة بالمقاومات السياحية اللي تجعلها محافظة سياحية من الطراز الأول. احنا بنتحرك طبعا، الاستقرار الأمني مهم جدا، شبكة الطرق إنها تبقى جيدة جدا والمحاور المرورية تبقى جيدة جدا، بنشتغل على ده. تحسين التعامل مع السائح في داخل هذه المناطق وتطويرها وتجميلها بصورة جيدة، منظومة النظافة لازم تبقى على المستوى اللائق عشان تقدر يبقى في جذب سياحي، بنشتغل في كل المحاور دي، بالإضافة إلى تطوير المطار برج العرب. ده في مشروع كبير جدا مع الجانب الياباني لتطوير مطار برج العرب اللي برضه جذب العديد من خطوط الطيران عليه. بنفكر الان، بنتكلم مع هيئات الملاحه هيئات الملاحه لتنشيط المراكب السياحيه اللي كانت بتيجي الاسكندريه بذلك عودتها مره اخرى. المنظومه كبيره جدا فيها العديد من الشركاء بنشتغل معاهم، لكن عايز اطمنك ان احنا كان نسبه اشغال الفنادق عندنا بدايه من شهر ابريل حتى الان كانت 94% ل 95%، فالحمد لله الاشغال عندي. برضو بتشجيع المستثمرين على انشاء وحدات فندقيه اضافيه، لان احنا اسكندريه محتاجه وحدات فندقيه اكتر، يعني تشجيع بقى سياحه المعارض، سياحه المؤتمرات داخل اسكندريه، كل دي افكار مطروحه بنحاول نقدم التسهيلات فيها عشان يبقى في فرص اكتر من الناحيه السياحيه. بص، الاسكندريه من المحافظات اللي لديها مقاومات استثماريه عاليه جدا، وعليها والاراضي فيها ذات سعر مرتفع للغايه، لانها الحقيقه ذات عائد كبير جدا. احنا بنشتغل طب وفيها ميناء كبير وفيها مطار كبير، فده كله ده وفيها مناطق سياحيه عاليه، فطبعا احنا الحقيقه المناطق الفرص الاستثماريه في مجال السياحه مثلا جيده جدا، في مجال الصناعه جيده جدا، ان احنا عندنا صناعات التعدين والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكيه تمثل 40% من حجم الصناعات في الاسكندريه، فدي حاجه كبيره جدا ومهمه جدا. في قطع اراضي في مواقع متميزه جدا هنبتدي نطرحها ضمن الخريطه الاستثماريه، بحيث انه لا العديد من قطع الاراضي هتعلن في الخريطه الاستثماريه. احنا بندرسها دلوقتي مع وزاره الاستثمار، لان برضه بنوضعها في صوره جيده جدا وتعرض بصوره جيده. اراضي صناعيه واراضي لمناطق تجاريه ولوجستيه واراضي ايفن يعني حتى للاسكان متميز او اسكان اجتماعي، ما عندناش مشكله انه بيتم تقسيم هذه التجمعات او المناطق الى تجمعات تنمويه تشمل كل الخدمات، تبقى فيها منطقه لوجستيه، منطقه تجاريه، منطقه اقتصاديه، منطقه استثماريه، وايضا مناطق سكنيه، فده شغالين فيه كويس جدا. المناطق الصناعيه زي ما حضرتك ذكرت عندنا العديد من المناطق الصناعيه، دلوقتي بندرس مع وزاره الصناعه والتجاره مراجعه هذه المناطق، برضو دراسه المصانع المتعثره واسباب التعثر، دراسه امداد المرافق لبعض هذه المناطق التي لم يتم امداد المرافق ليها. حصر المصانع المتعثره حضرتك احنا دلوقتي شغالين فيها، في حصر بس احنا بنراجع هذا الحصر مره اخرى، لان في مصانع اشتغلت الحمد لله، في مصانع ما زالت متعثره، بنعرف ايه اسباب التعثر عشان نبتدي نساعد معاهم ونحل هذه المشكلات. عملنا مجمع مرغم للصناعات البلاستيكيه مع وزاره الصناعه هي التنميه الصناعيه، ده 240 وحده وتم طرحه وتم تسكينه ال 240 وحده، فالحقيقه بنفكر نعمل امتداد له على 51 فدان مجاورة، ده هيستوعب حوالي 500 فرصة أخرى. ده شغالين فيه مع وزارة الصناعة هي التنمية الصناعية، هي بنشتغل في كذا مجال، الصناعة والتجارة، السياحة، الاستثمار، البنية التحتية، مواجهة العشوائيات، محاور مرورية، يعني الاسكندريه مليئه. ايضا تطوير المناطق السياحيه، يعني كان عندنا اجتماع بالامس تطوير منطقه المنتزه كمنطقه تاريخيه وعالميه، كل ده شغل بيتعمل. تطوير الشواطئ، تطوير الشواطئ
وضعها بصوره جيده وازاله اي مخالفات موجوده فيها. بتعدي كتير على الشواطئ يعني؟ بص احنا كنا يعني ورثنا ميراث كبير جدا من المخالفات والتعديات. بنتحرك بناء على توجيهات السيد الرئيس انه اولا لا احد فوق القانون. بنواجه كل هذه الخلافات. المخالفات لا احد فوق القانون ده مبدا عام. الدوله نمره واحد وحق الدوله اول شيء. وبعد كده احنا بنحاول نتفاوض مع مصر يعني في نظام اولا تزيد حقوق الدوله كامله، اثنين احنا بنديله الفرصه لاستقرار وضعه. يعني اذا تم سداد حقوق الدوله بيتم التعاقد معه بصوره قانونيه تعطيه استقراريه في الوضع، يمكن ان يستثمر لفتره اخرى. بدون سداد حق الدولة يبقى فيش جدية في التعامل، فإحنا بيتم الإزالة فورا. وطبعا أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا أي مستثمر بنرحب بيه بنأهلا بيه، بس بشرط سداد حقوق الدولة كاملا. أي حد ما بيعملش كده أو بيتعدى على حق الدولة بيتم الإزالة فورا. في خلية عمل موجودة من المحافظ مع مديرية الأمن مع القوات المسلحة. يعني عايز أقول لحضرتك الثلاث المثلث ده وانكسارات الرئيس أشار إلى ذلك، أنه أي تعديات أو أي مخالفات على أراضي الدولة أو أملاك الدولة يتم إزالتها، وهذه مسؤولية المحافظ والمنطقة العسكرية ومدير الأمن. شكرا. وبكل وضوح.